صباحكم بالخير. اليوم السبت 29 كانون الأول ديسمبر. اليوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان، والأجواء اليوم صارت جيدة للأبراج الهوائية، مواليد برج الميزان بالطليعة، كذلك مواليد برج الجوزاء ومواليد برج الدلو يلي نهاره جيد. بعد في بكرة أيضا الأجواء بتشبه بعضها لحتى تخلصوا أعمالكم. خلونا نبدأ ونشوف اليوم هالنهار كيف بده يكون لكل الأبراج. البداية مع برج الحمل. مولود برج الحمل اليوم نهار بتحسه وكأنه ماشي، مش انه بالقلب لكن ماشي كأنه ضدك او كأنه عم بيخربط لك بعض الحسابات. كل شيء مطلوب منك اليوم مولود برج الحمل تمشي بمرونة، يعني اليوم اذا بدك تخانق كل شخص تلتقي فيه بعكسك او بما مشي لك اعمالك احتمال انه اليوم يكون في خلاف أو جدال أو زعل، طول بالك. تبقى المواليد الأكثر تعبا اليوم هي مواليد شهر أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور اليوم نهار بيطلب منك إنه تحط ورقة وقلم وتشوف شو اللي باقي عندك من هلا لآخر السنة بهالثلاث أيام، شو اللي باقي عندك وتجرب تخلصه. ضروري تخلصه اليوم وما تتركه لآخر نهار بالسنة. في شغل كتير ولكن الجو العام إيجابي. الأكثر حظا هي مواليد 28 29 30 نيسان أبريل 1 و2 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهار بيساعدك لحتى تختم الأمور، تختم الشهر، تختم الأسبوع وتختم حتى السنة. إذا بدك تنطر لبكرة كمان ماشي الحال. الجو اليوم إيجابي بيدعمك ويمكن يكون اليوم من الأيام الأفضل من أول الشهر لهلأ. الأكثر حظا هي 31 أيار مايو 1 و2 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان بدك تبعد اليوم عن فشة الخلق بالناس القريبة منك وين ما كانت. من الصبح يمكن الأجواء عندك مش ظابطة بتحسها، لكن حاول تاخذ الأمور بهدوء، ما تعظمها، ما تضخمها، ما تأزمها. حاول تنبسط بكل لحظة بهيدا النهار وخلي عواطفك اللي بتحسها انه بدها تتدخل أو معقول تدخل بالموضوع وتنزعه خليها على جنب. اليوم نهار يمكن تحس أنه أنت مزعوج من أقرب الناس لألك أو بزعلوك. حاول إذا بدك تنهي السنة على خير طول بالك لأنه آخر نهار بهالسنة رح بيكون أفضل. نسبيا يلي عنده شوية حظ هو مولود 12 و13 و14 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار طويل طويل ما بيخلص، حتى ولو هو نهار سبت وعطلة أسبوع لكن بتحس أنك عم تركض ركض وما عم بيأدي الوقت. الأجواء اليوم بتخلي مولود برج الأسد يكون شخص فعلا ناشط اجتماعيا وعائليا، من الأشخاص اللي عندهم أفكار ذكية وبيقدروا يساعدوا حالهم ويساعدوا غيرهم ليمشوا أوضاعهم. 2-4 آب أغسطس الأكثر حظا. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء حتى ولو القمر منه ببرجك انت تعتبر من الابراج الرابحه يلي عندها نهار كتير حلو ونوعيه الوقت ايجابيه، بتفرح بتنبسط تتسلى. حتى شغلك اذا عم تشتغل اليوم السبت بتكون نوعيته مهمه جدا. كتير من مواليد برج العذراء عندهم اخبار ساره، خاصه مواليد 29 30 31 اب اغسطس 13 و14 ايلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان القمر ببرجك وبالتالي انت اليوم مستعد لحتى تبدا بسنه جديده بصفحه جديده. اللي بكره ايضا القمر ببرجك وبالتالي بهاليومين فيك تقول انه انت طويت صفحه سنويه او صفحه مهمه وعم تنطلق بصفحه جديده. يمكن اول قرارات اول حسم للامور يمكن يكون لهم علاقه بمسائل عائليه أو شخصية. الأوفر حظا 13 14 و15 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب آخر يوم بالسنة هو اللي بيعمل الفرق. اليوم ما في فرق، بالعكس اليوم تطلع الأمور مش لصالحك. الجو اليوم بطيء جدا بيأخرك، بيأخر عملك. اليوم منيح إنه عطلة إجازة، بعض الأشخاص عم يشتغلوا، فإذا عندكم طموحات اليوم وعندكم أشغال مهمة اليوم يمكن ما تكون نتيجة عزاؤكم، أجلوها إذا بتقدروا لآخر يوم بالسنة. يلي عنده شوية حظ أكثر من غيره هو مولود 12 13 و14 نوفمبر.
كمل مع برج القوس. مولود برج القوس نهار أجمل وأريح من امبارح، أول امبارح. اليوم نهار على الأقل بتلاقي إنك مدعوم، محبوب، الناس تطلع فيك، معجبة فيك، مش إنه كل الناس يعني، بس بتلاقي إنه على الأقل في استيعاب لإلك والناس بترحب فيك، أجواء حلوة، أنت بتحس إنه هيدا النهار رح يعطيك اللي أنت بتريده. في اليوم وبكرة إني آخر يومين جيدين بهيدا الشهر. 2 3 و4 ديسمبر الأكثر حظا. كمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي التحدي موجود اليوم، لكن ما في سبب لحتى تكون نقزين أو عتلين هم. مفروض تكون مبارح أقفلت الملفات، أقفلت السنة إذا أمكن. بهالثلاث أيام الباقية في احتمال أن مولود برج الجدي يطلع بدربه مسؤولية أو تلقى على كتافك مسؤولية، فبدك تكون قدها وحاول أنه ما تأثر فيها. في بعض التقلبات المزاجية أيضا، فكون حذر، لاسيما مولود 1/2/10/11 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. وأخيرا مولود برج الدلو من أول هالأسبوع لهلأ، اليوم هو أول نهار فيك تتنفس فيه السعداء، وعندك فيه فرصة حلوة لحتى تشهل وتعوض عن خسارة، عن تعب، عن ركض، عن فرص ما رأيت، ما استفدت منها، مجهود حطيته وضاع اليوم وبكرة أيضا. فحاول مولود برج الدلو وين ما كانت، بإجازة بالمكتب أو بشو، وين ما كنت مع العائلة، اليوم نهار حلو لتصحح الأمور وتجرب تردها لمجراها الطبيعي. من المستحسن أنك تحط إفور لحتى تختم السنة بطريقة جيدة. تبقى الأكثر حظا هي 9 ل 11 شباط فبراير. بنكمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت اليوم هو اللي إعادة النظر بالأخطاء اللي صارت امبارح أو امبارح. اليوم هو لحذف أو لتوديليت كل هالأمور اللي كانت صعبة، اللي زعجتك وزعجت الناس وخربطت علاقة. اليوم نهار يمكن تضطر إنك تتصل بحدا، تروح وتزور حدا، تحط حالك بالسيارة وتزور حدا فقط لإعادة الأمور لمجراها الطبيعي. عندك 3 ايام حلوين، يعني قادر ترجع تضبط الامور من هلا لاخر السنه. اما اذا كنت من مواليد 17 18 19 اذار مارس، كون حذر جدا من السرعه، من التهور والمشاكل. بختم مع مولود اليوم. بانتظارك سنه فيها تطلعات مختلفه عن بقيه السنين. سنة بتطلب منك شغل، بتطلب منك تحضير، بتطلب منك اجتهاد، وبتطلب منك تكون بروفيشنال بغض النظر عن عمرك، يعني لازم نشغل من كل قلبك على المطلوب منك، سواء كنت طالب بالجامعة، تلميذ مدرسي، شو ما كنت، هيدي السنة مهمة جدا إذا حابب إنك تتقدم في هالفترة مرحلة من حياتك. كانون الثاني يناير أيار مايو سبتمبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.